خلاص معانا زميلنا كريم احمد من فندق الاقامه، هنتعرف منه على اخر الاجواء. اتفضل يا كريم. مرحب بيك كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. يعني يا رب ان شاء الله النهارده تكون انطلاقه جيده من جديد والعوده من جديد لمتابعه فريق النادي الاهلي في بطوله كاس مصر. اليوم هي مباراه وتحدي كبير جدا في بطوله كاس مصر في دور ربع النهائي، الاهلي والمقاولون على استاد الاهلي بمدينه السلام ان شاء الله باذن الله في الخامسه عصرا، تكون مباراه تليق باسم النادي الاهلي. فتره كانت مهمه جدا في خلال فتره التوقف الاخيره، تحديات وتحضيرات وامور عديده جدا الحقيقه قام بها الجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر، اللي قام بدور كبير جدا على الجانب الخططي الجانب النفسي، ايضا كمان تحفيز عدد كبير من الجمل التكتيكيه للاعيبه النادي الاهلي. الملل في التدريبات لما بيكون التدريب من نوعيه واحده، لكن الشيء الاضافه الكبيره جدا والخبرات الكبيره مع الجهاز الفني ان انت بتشوف تنوع يومي في التدريبات، بعض التدريبات بتكون في اضافه فما بتخليش اللعيب يعني يمل بشكل كبير جدا من خلال التدريبات، نقطه مهمه وايجابيه جدا، استفاده كانت كبيره. على الجانب الاخر كمان عدد من اللعيبه الحقيقه يمكن كانت اصابات، في اصابات طويله، في لعيبه كمان كانت لسه ما دخلتش في التوب فورم بتاعها الفتره دي، يمكن رجع لنا بشكل كبير جدا خلاص النهارده ديانج منعم حمدي فتحي السوليه، اللعيبه دي يمكن الحمد لله اعلنت جاهزيتها بشكل كبير، لكن انت عارف طبعا القائمه لم تعلن حتى الان، لكن بنتمنى ان شاء الله باذن الله حتى هذه اللحظه كل لعيبه النادي الاهلي في تركيز كبير، نامل باذن الله على مدار ال 90 دقيقه اداره فنيه مميزه من مستر مارسيل كولر، تحدي قلب رجوله زي ما معودنا كل لعيبه النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي في اشتياق كبير جدا جدا رغم مباراه بطوله كاس العالم والمباراه الرائعه والمميزه، لكن مجرد مباراه الاهلي النهارده، الكل النهارده المباراه الساعه كام، الاهلي فين، كل الامور دي يمكن جمهور النادي الاهلي مختلف بشكل كبير، دوره مهم جدا النهارده ان شاء الله يكون متواجد في المدرجات، انطلاقه تكون قويه وجيده لفريق النادي الاهلي في بطوله كاس مصر. مباريات بطوله الكاس انت عارف يا كابتن ايمن محتاجه التركيز بشكل كبير جدا، محتاجه مجهود، محتاجه البدايات تكون قويه، فان شاء الله باذن الله التحضيرات الماضيه الشغل الكبير اللي بذل من الجهاز الفني يكون تطبيقه النهارده في 90 دقيقه يا رب ان شاء الله يكون من نصيب النادي الاهلي. على ايضا كمان هامش التدريبات الاخيره، يمكن مستر كولر كان مركز كمان على ضربات الترجيح، يمكن تعرف طبعا مباراه الكاس ممكن تتعرض فريق النادي الاهلي او اي فريق في هذا الامر، لعيبه اجادت بشكل كبير جدا في التدريبات النهارده ان شاء الله باذن الله ال 11 اللي يكونوا متواجدين نتمنى باذن الله النهارده تركيزهم يكون كبير جدا، القلب، الرجوله، القوه، السرعه، كل الامور دي ان شاء الله باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله التوفيق يكون مع لاعبي النادي الاهلي. خلاص اقدر اقول لك يعني خلاص لحظات بسيطه جدا توجه النادي الاهلي الى ملعب الاهلي والسلام استقبال هذه المباراه، الامور طيبه جدا في فندق الاقامه، المحاضره الفنيه الاخيره كان فيها تركيز وتاكيد كبير جدا على اهميه هذه المباراه، النهارده ممكن تشوف ادوار مختلفه، ممكن تشوف لعيبه كمان بتاخد بعض طبعا الدقائق في المباراه، فامر مهم جدا لان انت عارف اي لعيب يكون راجع من اصابه بيحاول ان هو طبعا الجهاز الفني يدخله بشكل كبير تدريجيا، فان شاء الله كل اللعيبه تكون جاهزه بشكل كبير، بيرسي تاو يكون متالق، الشحات، عبد القادر، كل اللعيبه يا رب ان شاء الله باذن الله النهارده تكون على قدر المسؤوليه ويكون فرحه كبيره جدا لجمهور النادي الاهلي. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد، وطمنا منه زي ما بيطمنا دايما كريم ووشه حلو علينا هو فاروق صلاح وشريف شعبان، دايما بيطمنونا على الاجواء قبل المباراه، والاجواء قبل المباراه بتبقى مهمه جدا 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 مع لعيبه النادي الاهلي بالذات.